أنا عندي بالفيديوهات السابقة سجلوها من عندي انطرح موضوع الدكتور روبرت اتش لاستي. هذا كان طارح مواضيع عن السكر وعن الكوليسترول وأنه ليش هاي الكذبة الكبرى الكوليسترول فت كذبة ما لها صحة، هذول يريدون يبيعون أدوية تقليل تقليل الكوليسترول بالجسم. بحث من هالقلبين ظاهر هواية من أعزائنا وزملائنا الأطباء كذلك تفاعلوا ويا الموضوع والتفاعل سلبي، يعني دكتور هذا حكي منين لك؟ منين جايب هالحكي؟ فأنا قلت خلي أحكي أكثر حكي مستند. فثلاثة من أطباء اللي هسه طبعا راح تشوفون مصادرهم وصورهم وكتبهم وحتى بعضهم الكتب مالتهم في صفحات الانترنت بصورة مفتوحة، يعني موجود بي دي اف ماله موجود، تقدرون تستعملون بي دي اف وتقرون الكتب مالتهم. نبدأ أول شيء بالدكتور ديويد لاندل. ديويد لاندل واحد من كبار جراحين القلب في أمريكا من ولاية أريزونيا الأمريكية. ألف كتابه The Great Cholesterol Lie. The Great Cholesterol Lie يعني الكذبة الكوليسترول الكبرى. زين، هذا جراح خل أقول لكم فتشي إنه مثلا جراحة الآن يسوون جراحة قلب مفروض يخلون شرايين قلب شرايين ضيقة يبدلوها، هاي صايرة روتينية وكل جراح قلب يسويها. لكن إنه يجي واحد يبدل الشريان الأبهر الشريان التاجي يبدله كله ويا الشريان الأبهر كله يبدل لك، يا هذا عمليات كلش نادرة. دكتور ديويد لايت لاندر اللي يشوفون صورته الآن، هذا قام 5000 عملية تبديل الشريان الأبهر، يعني عملية واحدة مالتها بالشافعات تسوي هذا 5000، حتى تعرفون حجم الموافقية مالت هذا الطبيب. و في كتابه لكتابه اللي هو الكذبة الكبرى للكوليسترول أو The Great Cholesterol Lie، هذا تقدرون حتى بالبي دي اف تصورهم تقدرون تقروه إذا عندكم، وإذا واحد صعب عليه يقدر يترجم عن طريق يأخذ المقاطع يترجمها عن طريق جوجل ترانسليت فيقدر يبدله ويقرأ بالعربي. يعني هذا أنا كتبت المصادر والكتاب وصورة الكتاب خليت لكم إياه حتى الأعزاء اللي بس مرة ينتقد واحد انتقاما من ذي مرة لا ينتقد يشوف حقيقة. أعزائي يعني طبيب متخرج من كلية الطب الموصل بالعراق، شو وقت تخرج السنة 73، ذاك الوقت أوج الكوليسترول، كان الشركات الكوليسترول أول إنتاجها للستاتين، كان فأرباح السنوية مال هاي الشركات ضخمة حيل ضخمة. يعني شركة فايزر الأمريكية يقال أنه أرباحها فقط من الستاتين اللي هو دواء للكوليسترول يزيد عن 32 مليار دولار سنويا. هذا الرقم ما يتسهلون أمامه، يعني يجي واحد مثل الدكتور ديويد لاندر اللي يجي يقول مثلا هاي كذبة هاي خدعة، هذا ما يتقبلوه، فيبدون يحاربوه يبدون يحاربوه وما يخلون كتبة النشر، يوقفوها يوقفوها عند حده. احنا لازم نفكر بسلامة البشر، لما ندري هذا الدواء ما يحتاج الإنسان، الله تعالى خلق لنا يوميا كبد يصنع يوميا حوالي 2500 ملي غرام كوليسترول، هاي حكمة من حكمة الله تعالى، لأنه كل جدران الخلايا من الكوليسترول، كل الأعصاب مالتها من الكوليسترول منشأة،
زين كل هرموناتنا الجنسية من التستوستيرون الرجالي والبروجسترون النسائي والاستروجين كلها من الكوليسترول. زين فيتامين دي اللي احنا هل قد نحتاجه من الكوليسترول؟ الله تعالى خلق الكوليسترول حلو حلو، خلق لنا الشمس، الشمس تنزل تضرب على الجلد، الجلد بكوليسترول، هذا الكوليسترول يتحول الى فيتامين دي. هاي واحدة من معاجز خلقة الله تعالى. زين هاي العظمة كلها من تخلق 2500 ملي جرام يوميا، يعني تحتاج الجسم الى هذا المقدار. اما تيجي الشركة الفلانية تصنع علاج باسم الاستاتين للقضاء على الكوليسترول او لتقليل الكوليسترول، هي المخالفة لحكمة الله تعالى. الله تعالى حتى تاكل، انت شقد تاكل افرض هسه بيض، شقد بيض ايش البيض؟ الجسم يصنع 2500 ملي جرام يوميا. زين البيضة الواحدة بها 200 ملي جرام، اصلا مو فت رقم بالنسبة للجسم الانسان. أعزائي لا الأكل راح يأذيكم ولا الكوليسترول يا الله يصنعها يأذيكم، أما مجموعة شذب جمعوها. وخلي أقول لكم ثاني، ألفت كتاب قبل حدود 10 سنوات 15 سنة، لأن أنا متخرج من جامعات لدرس الكتب الأمريكية والإنجليزية. أعظم كتاب كان عندنا اللي هو دافيدسون وكتاب نيلسون وبابا، إذن كلها كتب أمريكية وإنجليزية كلها تقول كوليسترول مو زين، كوليسترول يؤذي، كوليسترول كذا. الآن أثبت العلم أنه هذا حكي خرط. فأنا شو تمدد كتاب حقيقة على هالعلم اللي الله تعالى نطانع عن طريق دول اللي كانوا ناطين ده زين هاي الكتب. فكنا نقرأ الكتاب وبعدين نجي نألف الشيء. تدري ثانيا من معناته الاخوه انه يبيعوه؟ الان عندي حدود 4-5 آلاف نسخه الطبعه الاخيره، قلت لهم لا تبيعوا. ليش؟ لانه حكي مال قديم، هذا حكي جديد. احنا لازم عندنا الشجاعه الكافيه انه نتحمل الضرر، انه العلم مالتنا علم كاذب كان، الان من عرفنا الصحيح خلينا نكون واقعيين، خلينا نصير انسان يقدر يتفاعل مع التغيرات. الحدث اللي الان يجي يقول لك انه هذول كله قشمر، هذول كلهم تشري بيتشدوا عليك، قالوا لك الكوليسترول. اكو كتاب انا قريته امريكي يقول اكو عندنا كوليسترول، طبعا يصنفوه الكوليسترول الضار والكوليسترول المضر المفيد. فهذا الف كتاب اسمه خدعه الكوليسترول الضار، يعني اعتبر الكوليسترول الضار فنوع خدعه، اصلا ماكو شيء، الله ما خالق شيء. زين فأثبت لهم للناس، يعني خلي نكون واقعيين، خلي نجد من نعرف الشيء كنا غلطانين بيه، خلي نتراجع عنه. هاني خطابي لأخوتنا زملائنا الأطباء الأعزاء، عزيزي أنت هاي كتب سقراها، أنت لا تخلي شركة فايزر، شركة فلان، شركة فلان مال الأدوية العالمية الآن تبيع مليارات تربح من وراء الشذب مالتهم اللي يقولون كوليسترول مضر للجسم. فهاي الخدعة عزيزي، الان خلونا اي واحد يريد يشتري بضاعه من بضاعه اكل من معلب، اول شيء يجي يقرا ايش قد بكوليسترول. تدري شو نسونا نشوف ايش قد بشكر وايش قد بكربوهيدرات. هو الضرر الحقيقي عزيزي اعزائي مو بالكوليسترول، الضرر الحقيقي بالشكر والسكريات والكربوهيدرات. زين قشمرونا، خلونا نروح نتجه باتجاه ندور على الدهون حتى ننسى الكربوهيدرات اللي هي اصل الضرر. طبعا هسه الاكثريه يقولون كانوا مشتبهين وبعد استمروا على اشتباههم، وانا اقول لا عزيزي، كانت مؤامره لتصريف دهونهم لتصريف ادويتهم. الان نجحت المؤامره، استمروا بالمؤامره. فاحنا خلينا نصير انسانيين، ورسالتنا الانسانيه ما نجي نعطي للشخص اللي عنده فلان شيء فلان شيء نجي نعطي أدوية بدون أن نعرف أصالتها وصحتها. على كل حال أنا هذا كتاب، عندنا بروفيسور آخر، طبعاً أنا ما نقلت إلا عن البروفيسور، يعني واصلين بمراحلهم الدراسية إلى درجة الأستاذ الجامعي، أستاذ الجامعي البروفيسور. البروفيسور روبرت إتش لوستيج، أخصائي غدة الصماء الأطفال، أخصائي بالغدة الصماء مع الأطفال. هذا
عندما قال كلش مقولة كلش حلوة اللي الآن تشوفوها قدامكم على الشاشة. يقول 6 days of high fructose feeding will double your triglyceride. يعني شنو؟ انت 6 ايام اكل سكر الفركتوز اللي سكر الفواكه، يعني اكل فاكهة اكل رقي، 6 ايام اكل هواي رقي، يقول التريغليسيرايد مالتي عندي هون الثلاثية تصير ضعف ضعف ضعف. هذا حكي عادي، هذا حكي علمي، هذا حكي علمي من بروفيسور امريكي. فاعزائي من هالحكي هواي اكو، انا اريد اطلب من اخواتنا زملائنا بالعراق انه شوي يكون افقهم اوسع، يطالعون هاي الكتب. وكتاب عظيم كتبه هو الدكتور روبرت اتش لاستينغ اللي هو الحقائق الخفيه عن السكر. السكر اللي يسوي كل اللي يسوي، السكر يسوي كل اللي يسوي، الطحين يسوي كل اللي يسوي، التمن يسوي، كربوهيدرات اللي تسوي المصايب عند الانسان. لذلك اساسا هواي اتجاهات اكو، مو لترك الدهون بانما لترك الكربوهيدرات الى حد الامكان. في مصر ثوره صايره يريدون يسموه خبز يسموه عيش، ترك العيش، العيش يريدون يتركونها هائيا. فاحنا ما نقول خلينا نتركه، لكن خلينا نقلل من مصرفنا الاكلات اللي منعونا من سمحوا لنا ناكلها ايش قد ما نريد وبراحتنا، ومنعونا من اشياء الجيمر، منعونا من جيمر. ليش تمنعنا من الحليب الدسم؟ منعونا من، من قال لك ممنوعنا؟ الحليب الدسم افضل بكثير من حليب نص الدسم. هذا حكي ان شاء الله انا فد محاضره كامله ان شاء الله راح احكي لكم اياه، وراح اقول لكم ليش اذا تريد تشرب حليب اشرب كامل دسم، لا تشربه قليل دسم. انا نفس الشخص انا اللي قبل 20 سنه كنت حالي حال بقيه الاطباء، اقول لا ابويا اشرب حليب قليل الدسم، لكن هسه وعينا عرفنا، فخلي نعترف اخطائنا، خلي نجي ونكون واقعيين ويا الناس. احنا قسمنا القسم الطبي انه لا نكذب على المجتمع حتى وان كان بضررنا. زين، فهذا كتاب. وعندنا جون باودن، هذا بروفيسور امريكي اللي تشوفون صورته الان، هذا كتب Great Cholesterol Myth. الميث يعني أسطورة، يعني الأسطورة الكبرى، اعتربها خرافة، اعتربها الكوليسترول قد خرافة اعتبرها. The Great Cholesterol Myth اللي تشوفون سجلت الكتاب أنا خلي لكم إياه، هذا موجود بالإنترنت على صورة الـ PDF اللي تقدر تطالع ببلاش. هذا هو عدة مؤلفات تقدر تروحهم بالإنترنت تقطع اسمه وتطلع الكتب مالته اللي ألفها. هذا أسطورة الكوليسترول الكبرى للبروفيسور جوني بودن، هذا قروه إن شاء الله. أنا أخص هذا الحكي زملائنا اللي ينتقدوني، هو ينتقدوني على موضوع محاربة الكوليسترول، محاربة الأدوية الخاصة للكوليسترول. أنا شخصا كنت أخذ أدوية سنين، كنت أخذ أدوية، بس عرفت أنه قشمرونة خلال السنين تركت، حتى باقي من عندي بالبيت عندي باقي بالزبالة. على كل حال هاي شركات الأدوية عينية دولة عندهم كلش مهمة أرباحهم، ومو مهم عندهم مسألة الإنسانية. فأني هاي هذا الفيديو خاص طبعا للأعزاء اللي عندهم دراسة وأطباء أو يعرفون قضايا طبية، فأريد يعرفون دواء الاستاتين الموجود بالصيدليات شنو من مشاكل يسوي الإنسان، وأقرأ عن مضارها، أقرأ عن مشاكلها، وأعرف أنه ابتداء ماكو ضرر الكوليسترول حتى يجون يخلقون هاي الأضرار الجانبية.